السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد رأيت جيش ألفونس بعيني يا أمير الطارق، ومعهم كل القادة الذين ذكرت. إذن لقد صدق رسولهم إلينا. أرى أن نسارع فنرسل إلى قادتنا عبد العزيز وشداد ومغيث والبقية أيضا. لا يا بكر، أنا لا أرى ذلك. إذا جمعنا جيشنا وأخرجنا رجالنا من تلك المدن فإنها ما تلبث أن تنقلب علينا. أرى أن نبقي المدن بمنأى عن هذا الجيش. إذن علينا أن نخرج من طليطلة ونترك حامية فيها خشية أن يحاصرنا. نعم، هذا صحيح. وكيف نفعل مع هؤلاء؟ سأرسل للأمير موسى ليسمع رأيه. إليّ بالكاتب. أمرك سيد الأمير. ستعود بلاد الفاندال لنا قريبا، وسنطرد منها أولئك الغزاة الأجلاف. فإن وصلك شيء عن طارق فأرسل لنا لنعد خطتنا ونتصرف على وفق الحاجة. سيكون ذلك بالتأكيد. هذا ما كنت أخشى منه على طارق. أغشاه بريق النصر عن رؤية الأعداء حولي. تجاهل كتبي وما أوصيته به، وها قد أسقط في يده وأرسل يطلب المدد. إن القوم قد تداعوا علينا من كل حدب وصوب. الغوث الغوث. إن مولاي الأمير طارقاً الآن يستعجل ردكم أيها الأمير. الآن صار يستعجل ردي؟ هل كان ينتظر ردودي قبل أن يتوغل في بلاد الأعداء بجيش منهك متهالك قليل العدد، وهو يعرف أنهم يتربصون به من كل مدينة من مدن الوندال؟ نعم أيها الرجال، هذا ما أكدته العيون. أرى أن نسرع إلى طليطلة قبل أن يصل إليهم مدد من قرطب. وأنا أرى أن نزحف إلى طليطلة فنقطع أي طريق يصلها بالإمداد. نزحف إلى طليطلة. كيف نترك طليطلة ونحن جميعا نتمنى دخولها؟ هي فرصتنا يا سادة لنقطع أي طريق يصل طليطلة من قرطبة أو أستجة أو أريولا، وبذلك نمحو آثار هزيمتنا الأولى ونستعيد مجدنا وكرامتنا. جندمار، لا يمكن أن نترك طليطلة. كونت ألفونس، عرش الوندال هناك وليس في أي مكان آخر. كونت سيزوت، تريدنا أن نصل طليطلة فنجد أبوابها مغلقة فنحاصرها، ثم يأتيهم المدد فيحاصروننا فنكون محاصرين من خلف ومن أمام ثم يقضون علينا.
قطع طرقات المدد تيمكننا منهم فرادا. إنها الحرب يا سادة، إنها الحرب أيها الرجال. علينا أن نبقى هنا ثم نتحرك بهذا الاتجاه. لقد وصل مارك. ها هو. ما وراءك؟ لقد أبلغتني العيون أن جيش طارق قد تحرك من طليطلة إلى هنا، ونحن هنا. عظيم، أخيراً سيقعون، سيصلون إلى هنا، وسنطبق عليهم من هنا ومن هنا. أجل، هذه وجهته. يا للأسف، كانت طليطلة على بعد رمية حجر منا. نعم، سندحرهم في معركة فاصلة ونستعيد طليطلة. نعم أيها السادة. وعرش طليطلة؟ يا سيزوت، علينا أولاً أن نقضي على طارق وجيشه. فكر فقط فيما يجب أن نفعله للقضاء على رأس الأفعى. لقد أصبحوا في قبضتنا. دعونا نكمل، لا وقت لدينا للترهات. علينا أن نتحرك بهذا الاتجاه ونكمن لهم هنا. نعم. لقد أكدت العيون أن جيش ألفونس قد غير وجهته. لقد عبروا الوادي الكبير والتفوا نحو الجبل كي يأتوا باتجاهنا. هذا ما كنت أخشاه. لابد من أن أحداً ما وش بنا وبوجهتنا. وهل في هذا خطورة أيها الأمير؟ طبعاً يا نسيم، إنهم يعرفون المكان جيداً ويخططون لحصارنا. وما العمل الآن؟ أمامنا خياران لا ثالث لهما، إما أن نخرج من هذا الجرف ونصبح في العراء ونكون عرضة لهم من كل الجهات، وإما أن نثبت ونقاتلهم. سيكون هذا الجبل ظهراً. سيدي الكونت، يبدو أنهم وقعوا في الفخ. سنتابع المسير ليلاً دون مشاعر، وعند الفجر افترقوا إلى قسمين،
لنلتف لهم حول الجبل ونطبق الحصار عليهم كفكي المقبض. نعم، وبذلك يكون هلاكهم. نعم. فنحيط بهم. أيها الجند، يعلم الله أننا ما جئنا لطلب دنيا، وإنما جئنا مجاهدين في سبيله. ها هو جيش القوط أمامكم مرة أخرى، لا مفر أمامنا عن الشهادة أو النص. يبدأ النبالة. الهجوم الكاسح، لا تبقوا على جريح أو أسير. طارق محاصر من جيوش القوط. وصلنا في الوقت المناسب. الأمير موسى، الحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Thank you.
أهلا بالأمير موسى. أهلا بكم. بارك الله بكم. اتركوني أنا والأمير طارق بن زياد وحدا. الذي غيرك يا طارق؟ هل أيقظ الانتصار فيك حظ نفسك؟ فطمعت أن تدين الوندال وتكون أميراً عليها؟ ألم أرسل إليك وأطلب منك أن تتوقف؟ ولكن أيها الأمير، الأمر ليس ترفاً يا طارق ولا تشوفاً لمكانة أو منزلة نسعى إليها، بل هو مصير أمة فرحت بنصر الله، وأنت كدت أن تذهب بهذا النصر هباء لتسرعك وخروجك عن الطاعة. ألم تحسب حساباً لهذا الموقف الذي وضعت نفسك وجيش المسلمين فيه؟ طريف، اجمع الجند وأبلغ القادة، سنعود إلى طليطلة. أمرك أيها الأمير. أما قادتنا الذين تفرقوا في المدن، أرسل إليهم وليكونوا الساعة في طليطلة. سافر. تفضل. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا. اهلا بالامير موسى بن نصير. انت الاسقف أباس، سمعت الكثير عنك قبل ان التقي بك. وانا ايضا سمعت عنك. من حسن طالع المدن ان يتولى امرها العقلاء والحكماء فيؤثرون سلامتها على خراب. لقد سمعت الكثير عن إنصافكم وعدلكم وصدق تعاملكم من الأمير طارق بن زياد، ولولا ذلك لما آثرت السلامة وخرجت لاستقبالكم. ونحن على ما عهد عليه الأمير طارق، لا نغير ولا نبدل إن شاء الله. تفضلوا، لدينا الكثير من العمل. لا أصدق أننا خسرنا طليطلة وعرشها. كل شيء ذهب أدراج الرياح، وها أنا أبتعد عنها بقدمي. ستدور الدوائر يا مولاتي، وسنستعيد طليطلة يوماً ما. هذه سنة الحياة أيتها الملكة. أرجو ألا يطول موعد هذا اليوم. من أنتم؟ نحن رهبان الكنيسة كما ترى. رهبان وتتقلدون السيوف؟ فيهم الكونت ألفونس والد الملكة إيلونا، والكونت سيزوت ابن الملك غيتشي وابن أخي، وفيهم القائد جان ديمار كان من قادة الجند الكبار، والقائد تيودمير حاكم مورسيا، ومارك وآلون وآخرون، وكلهم مسعرو حروب لا يجدون أنفسهم
إلا في خضم الحروب والمعارك. أرجو أن نكون قد تخلصنا منهم ومن شرورهم. تسمعني أيها الأمير؟ أسمعك أيها الكونت. إن لكل واحد من هؤلاء مجد عاش عليه، لذلك إن شرهم ما زال مستمرا. لن تستعصي علينا هذه المدن بعد اليوم إن شاء الله. أيها الأمير، إن لم نعاجلهم وحدوا قوتهم وجمعوا بعضهم. ولكن هذا شتت قوتنا، وكاد العدو أن يفتك به. مولاتي إيلونا، ماذا بك؟ هيا هيا. سيدي سيدي، ماذا هناك؟ إنها الملكة إيلونا. الملكة إيلونا زوجة لودريك، ضعها في غرفة منحزلة، وإياك ثم إياك أن تغيب عن عينيك طرفة عين. أمرك سيدي الأمير. هيا. يبدو أن الزمان بدأ يعيد نفسه، وما فعله اللوذريق بفلوريندا سيفعله هؤلاء بي. أية مصيبة حلت بي. بعد أن أعلن اللوذريق الحرب عليكم، انضم إليه جميع القادة من الواندال إلا الدوق بلاي، فقد رفض الالتحاق به واعتبر أن هذا الزمان زمانكم، وإن كنتم ستهزمون فليس الآن بل في قادم الأيام. لهذا تراه يجمع حوله الكثير من الشباب ويزرع في داخلهم ما يجعلهم يكرهونكم. إن كان هذا كلامه فلا أخطر علينا من بلايوهر، فهو يقتات على الشقاق وزرع الفتن، ويجب علينا أن نواجه منهجه الفاسد بمنهج الإسلام الحق. أبا عائشة، تأخذ سرية وتذهب للبحث عن بلايو هذا، ولا تعد إلا وقد أحضرته معك. لا تؤذي إلا إذا أراد الخراب. أمر الأمير. لا أظن أن أحداً تبعه سوى بضعة أشخاص. أنا لا أقاتله لأجل اليوم، إنما لأجل قادم الأيام. إنه رجل يعي ما يفعل. ماذا عن سيزوت؟ هذا لا نأبه له، مثله لا يخاف منه. لا تجعلوا هزيمتكم اليوم دافعاً لتستسلموا إلى واقعكم. اجمعوا أمركم وعودوا إلى ما كنتم عليه، ولا تغيروا ما بقلوبكم وأنفسكم فيتغير حالكم إلى أسوأ حال.
لا تركنوا للمسلمين، بل تجعلوا عداءكم لهم في قلوبكم وعقولكم وألسنتكم حتى يأتي اليوم الذي نتحرر. خطأك يا طارق أنك لم تلتزم بالرسائل وأوامر قادتك، ولكن الذي ظهر وتبين لي بعد مكوثنا في هذه البلاد أنه لا ضير من التحرك السريع والمحكم شريطة أن يكون الجيش كتلة واحدة حتى لا يقع علينا ما وقع عليك. إذن يا أبي، أنت تريدنا أن نتابع زحفنا لباقي مدن الواندال مدينة مدينة، ولن أترك مدينة حتى تدين للمسلمين. ومتى ننطلق أيها الأمير؟ حين يقرر قائدكم. الأمير طارق، ألست طارق بن زياد فاتح الأندلس؟ أنت ستكون قائد الجيش، وإن طارقا يا أمير المؤمنين قد بدل ما أوصيته به وتابع في المدن ولم يستجب لي، وكل ما أخشاه أن يقود الجيش إلى التهلكة فيتداعى عليه العدو من كل جانب حين يرى أنه في قلة من العسكر بعد أن فرق جيشه في الأمصار هنا وهناك. وقد كتبت إليك إبراء لذمتي وحرصا على جيش المسلمين والفتح الذي من الله تعالى عليهم به، الله غالب على أمره. ما الذي يجري يا سليمان؟ ما الذي يجري؟ كيف يخرج القائد عن أمر أميره؟ وكيف يودي بجيش المسلمين إلى التهلكة هكذا؟ المعذرة يا أمير المؤمنين، ما دام الأمر على هذا النحو فنحن أمام خطر أعظم، إنه خلاف بينهما. لا أخاف على جيش المسلمين من العدو، بل أخوف ما أخافه أن يدب الخلاف فيما بينهما، فالمسلمون لا تحميهم الكثرة ولا تضعفهم القلة ولا يضرهم الإقدام ولا يحرسهم الحذر، إنما هو التنازع وحده رأس كل الشرور. أرى أن طارقا وموسى قد وقعا في خطأ كبير وعلينا ردهما وبحزم. لنرسل لهما أن يصطلحا فيما بينهما وحذرهما من التمادي في ذلك، إلا فلن أبالي حتى إن عزلتهما. هو ذاك يا أمير المؤمنين، هو ذاك. ولعلنا نطلب من موسى أن يفيدنا بما وصل إليه جيشه، ومن رد موسى سأتبين ما يدور هناك. ليس من الحكمة اليوم أن يواجه الثعلب أسدا يانعا في عرينه، بل يتربص به حتى يشيخ وتضعف قواه فيبدأ باللحظة المناسبة بالتحرك والانقضاض عليه. النفاق وزرع الفتن هنا وهناك
ونشر الدسائس. هذه هي أسلحتنا في معركتنا، وسنطردهم من هذه البلاد ولو بعد مئات السنين. فلا تستعجل النصر. لا تستعجل النصر. لم تجدوا أحدا؟ ربما هرب. لم يهرب، بل خرج منذ وقت طويل. دعوا كل شيء كما هو ولنلحق به. أين سنجده أيها القائد؟ سنعثر عليه، فمثله لا يختفي. إن الملك والسلطان يفسد النفوس، فإذا ما فسدت نفوس المسلمين سهل علينا زرع أفكارنا والسيطرة عليهم. هيا يا أبنائي. علم أننا نلاحقه، فجمع من معه وانطلق نحو أقصى الشمال عبر الجبال. هيا يا رجال، عسانا ننجز مهمتنا فنلحق به. هيا. لم يبقى الكثير حتى تصبح كل مدن الوندال تحت راية التوحيد. المعذرة أيها الأمير، ولكن ألا نترية حتى يستقر الأمر في المدن؟ لن أمهل جنديا منهم حتى يلتقط أنفاسه ثم يقاتلنا. سنعاجلهم حتى يستقر الأمر لنا، أليس كذلك؟ بلى أيها الأمير، وإلا نكون قد نقضنا غزلنا بأيدينا لا بأيدي أعدائي. إني أطوق أن أصل إلى بلاد الفرنجة فأفتح مدنها، ثم أواصل إلى القسطنطينية فأفتحها، فأعود دمشق، وقد وصلت الشرق بالغرب. كلما كبر الله في قلبك كلما صغر كل شيء أمامك. بارك الله بكم، أنا أوان العودة إلى طليطي. إياكم أن يصلوا إليكم أو يتمكنوا منكم. سنبقى هنا، لن نستسلم لهم ما حيينا، لن نستسلم لهم ما حيينا. إلى متى سنبقى هكذا في البراري؟
إلى أن نحقق ما نصب إليه يا ولدي. اذهب مقابلة القضاة وأمرهم واسألهم الأخبار. صدقني القول، كيف حال أمير المؤمنين؟ أخشى أن حالته تزداد سوءا. قد رتبت له دواء ولكن الشفاء بيد الله تعالى. أو تخشى شيئا لا تريد الإفصاح عنه؟ أعني هل على الله التكلان، سأظل أعاوده حتى أطمئن إن شاء الله. رافق الطبيب إلى الخارج. ابقى مكانك يا أخي، فداك نفسي. أخشى أن يشغلني حالي يا سليمان عن شؤون الرعية. ما فعل الأمير موسى بن نصير؟ ألم يصلنا منه رد؟ لم يخب ظني فيه، لم يرسل إلينا رسلا ولا يطلعنا على أخبار جيوش المسلمين في تلك البلاد. أصلح الله حاله، ألا يعلم أن ما هو فيه إنما هو تكليف وأمر وجبت فيه الطاعة؟ ابن نصير ليس بالغر، ولا تصح التجربة في إمارة المسلمين، ولا يحتمل أمر البلاد شبهة التفريط، وإلا هان الأمر على الولاة وعلى الرعية. ولكن ما حققه موسى وما أنجزه طارق لا ينجزه إلا قائد يوثق به، وابن نصير قائد قد جرب وحسن بلاؤه، لذلك فخطأه كخطأ ألف ممن سواه، لا يحتسب خطأه كخطأ صغار الجند. أو يقبل أمير المؤمنين أن يقوم طارق بكل هذا الإنجاز ويهلك لوذريق نفسه على يديه، ويهزم جيش الوندال، ثم يقوم بأمر يضيع فيه كل ما فعله؟ لا يا سليمان، لا، لا يمكن أن أقبل. ولكن فوق طارق أمير، وعليه أن يقومه. وبهذا أصبح الخطأ خطأ الاثنين، طارق وموسى. كان عليه أن يصلح الأمر لا أن يرسل لنا. ما وصلت جيوش المسلمين إلى خراسان شرقاً وإلى طنجة غرباً، وما رفعت راية الإسلام على مشارف القسطنطينية شمالاً إلا بصلابة الصف ووحدة الكلمة وطاعة ولي الأمر، ويعلم ذلك أصغر جندي وأكبر قائد. وإنني أرجو أن أموت قبل أن أرى المسلمين يقعون في نزاع وخصام، فإن حصل هذا الأمة ستقع في شر عظيم. أرى أن نعزلهما ونؤدبهما كي لا يكونا قدوة لغيرهما في التصرف دون الرجوع إلى أمير المؤمنين. فليحضرا ويمثلا أمامي فأسمع منهما، فإن كان خيراً أكافئهما، وإن كان غير ذلك فسيكون لي معهما شأن. لا أثر لهم. أخشى أن يأتي البرد ونحن على هذا الحال. هل هناك ما يقلق في كتاب الخليفة؟
لقد أرسل أمير المؤمنين يطلبنا أنا وأنت إلى دمشق، وفي الحال ونحن في هذا الوضع والحرب لم تنتهي بعد، لأي أمر جلل؟ لا أدري، ولكنه يطلب منا أن نتحرك فور وصول الرسالة. وماذا سنفعل ونحن في هذا الوضع؟ أنا كنت قد أرسلت إلى أمير المؤمنين وأخبرته بأنك لم تلتزم بأوامر. هذا هو الأمر إذن، يريد أن يقف على جلية الأمر. لا يسعنا إلا أن نلتزم بأوامر أمير المؤمنين. عبد العزيز، إني أستخلف عبد العزيز بن موسى أميراً للجيش. سأكون عند حسن الظن إن شاء الله. يا عبد العزيز، هذه البلاد أمانة، عامل أهلها بالمعروف، واحذر دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب. سمعاً وطاعة أيها الأمير. اسمع يا عبد العزيز، هذه الأرض رويت بدماء الشهداء، وأهلها مالوا إلينا عندما علموا أننا نحكم بالعدل. نحن دعاة ولسنا غزاة. لقد أسمعت سامعاً وأوصيت واعياً. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على بركة الله. على بركة الله. رافقتكم السلام. ليبارككما الرب. ذاك اليوم كنا فوق هامات البلاد، وخلافة كالنبت مدت جدرها والنور زاد. نادت جبال الريف طارق حينما التفت الجواد، وشجرة الأرجان شاءت لو تكون من العتاد. أمامنا كان بحر وخلفه وادي وحي عند الحاتمية، لزمه بالرعاة والصمم بلاد. جئنا لننشر بالخلافة رحمة للعالمين، لمعت على أعتاب عز فخره لا يستكين. نار على علم يطل بريقها فوق الجبين، من نفزة فيها الشموخ كمثل أطلس لا تلين. كتائب
تلك الجيوش بزحفها نحو المقصير المنتظر، والخيل يعلو بالصهيل ولا يفكر في المفر، ويدور عزما بالفوارس حين قائدهم بهر، والقائد العربي لا يلقاه.